مرحبا بكم. توصف حوادث الشاحنات بالمميتة، وذلك لكون الشاحنات الضخمة والمعدات الثقيلة تسحق كل شيء يقف أمامها. كما تكتسب هذه الحوادث أحيانا صفة الغرابة. يعود هذا إلى وزن الشاحنات الضخمة الذي يصل إلى عدة أطنان للشاحنة الواحدة، فبمجرد خروجه عن السيطرة لا يعود بإمكان أحد إيقافها. لنشاهد هذه الحوادث، ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فلا تبخل علينا عزيزي المشاهد لأنه يساعدنا كثيرا. شاحنة تصطدم بلافتة علوية، حيث نسي السائق أنه استخدم نظام الرفع الآلي للمقطورة الخلفية ولم يتذكر ذلك إلا بعد اصطدام شاحنته باللافتة قبل مدخل مدينة هوستن الأمريكية، فسقطت إلى أشلاء. أثناء رفع عربة هذه الشاحنة حدثت لها مشكلة فسقطت بقوة فوق الشاحنة. أثناء عبور تلك الشاحنة بسرعة قوية لم ينتبه السائق إلى هذا الجسر، فارتطمت بقوة حتى سقطت إلى أشلاء. وهذه الشاحنة أثناء سيرها ارتفعت إلى الجو بسبب الحمل الثقيل، فسقط كل الحمل الذي كانت تحمله حتى سائقها لم يستطع الهروب منها. أما هذه الشاحنة أثناء إنزال التراب من عربتها سقطت إلى الأرض فأصبحت أشلاء. أثناء الحفر كان العمال في هذه الحفرة، ولكن حدث خطأ لدى الآلات فجرفت عليهم التراب وحتى دفنتهم جميعا، فقد نجا عدد قليل من العمال. وهذه الآلة أثناء حفرها سقط عليها كمية كبيرة من التراب فدفنتها. أما هذه الآلة سقطت فسقط عليها معداتها الثقيلة بشكل مرعب جدا. أثناء حفر هذه الآلة سقطت، ولكن سائقها قد نجا منها بأعجوبة. ومن قمة الجبل أثناء حفر الآلة سقطت بشكل مروع إلى أسفل هذا الجبل. هذه الآلات أثناء عملها انقلبت واحدة منهن إلى الماء. أما هذا الشيول فقد ارتكب خطأ فادحا أثناء عمله، قام بسحب الشاحنة إلى جواره مما أدى إلى انقلابها بقوة. وأثناء رفع هذا اليخت حدث حادث مضحك جدا نتيجة ثقل اليخت، فقد سقطت الآلات إلى الماء. أما هذا الحادث فهو مضحك جدا، حيث أن الشاحنة سحبت الآلة مما أدى إلى انقلابها. بسبب ثقل هذا الشيول وهو يرجع إلى الخلف سقط إلى الحفرة. وهذه الآلة أثناء حمل هذا الحديد سقط الحديد لثقله، بينما الآلة ارتفعت إلى الهواء ثم نزلت. هذه الآلة أثناء عملها انقلبت إلى الجانب في موقف مضحك جدا. وأيضا هذه الآلة انقلبت إلى الأرض وظلت على هذا الشكل. هذه الآلة أثناء الحفر سقط عليها التراب، ولكن لحسن حظها فقد نجت. هذه الآلة أثناء رفع هذه اللائحة انقلبت بشكل صادم. أثناء رفع هذا الشيول سقط على الأرض بقوة. أما هذه الآلة فقد انقلبت من فوق الشاحنة في موقف مضحك جداً.
هذه الشاحنة ظلت في الهواء حتى نزلت وسقطت إلى الأرض. أثناء سحب الشاحنة ولحسن حظها انقلبت بشكل مروع. هذه الشاحنة انقلبت أثناء عملها بشكل مضحك جدا. أثناء قطع هذه الشجرة سقطت إلى فوق هذا الشيول فانقلب بسرعة. وهذه الآلة أثناء تدمير هذا المبنى سقط عليها في موقف مضحك جدا. أما هذه الآلة فقد تشقلبت وانقلبت في موقف مرعب ولا يصدق. هذه الآلة أثناء حفرها ظلت تنقلب حتى وصلت إلى الماء. أما هذا فقد تشقلب وانقلب بسرعة كبيرة جدا. هذه الآلة أثناء هدم هذا المنزل سقط عليها مما أدى إلى انقلابها. وأما هذا المنزل فقد سقط كاملا فوق هذه الآلة. وهذه الشاحنة عند انقلابها قفز أحد المارة وقام بإنقاذها في موقف بطولي. وهذا الجبل سقط بشكل مروع أمام هذه الآلة. هذه الشاحنة كانت مربوطة على هذا الشيول وأثناء انقلاب الشاحنة سحبت الشيول مما أدى إلى تشقلب الشيول. هذه الشاحنة أثناء عملها انقلبت بشكل مرعب. هذا الشيول أثناء جرف التراب سقط الجبل بأكمله فوقه. هذا الفيديو هو الأغرب في قائمتنا حيث أن هذا الشيول كان يقوم بهدم منارة المسجد ولكن الله تعالى أعطاه جزاءه فسقط عليها. أما هذه الشاحنة فقد سقطت إلى هذه الحفرة. وهذه الآلة أثناء عملها بين البحرين انقلبت بشكل مضحك. هذا العمود سقط بشكل مرعب فوق هذه الآلة. وأما هذه الشاحنة فقد تحملت بما فيه الكفاية وانقلبت بشكل مضحك. هذه الآلة أثناء نزولها سقطت إلى الأرض. أما هذه الآلة فقد انقلبت بشكل مضحك جدا. امسك نفسك يا دعدور، ما تخافش ما تخافش يا دعدور، امسك نفسك يا دعدور، الله يخرب بيتك يا دعدور. هذا الجبل سقط بأكمله فوق هذه الآلة. أما هذا الشيول فقد انقلب إلى أسفل الجبل. وأما هذه الآلة أثناء رجوعها إلى الخلف انقلبت إلى الماء.
وأيضا هذه الشاحنة انقلبت بشكل مضحك جدا. ومن شدة السيول القوية فقد جرفت هذه الآلة حتى انقلبت. أما هذه الآلة فقد انقلبت إلى الماء، ومن حسن حظ السائق فقد نجا بأعجوبة. هذا المشهد الأخير فهو محظوظ. أثناء تواجد هذه الآلة سقط المنزل بأكمله على هذه الآلة، ولكن لحسن حظه فقد نجا بأعجوبة، فسبحان الله العظيم. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.